والناس تشارككم الاحتفال بعيد الأم ونشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس: على أمريكا أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشرق الأوسط. وزير الدفاع: القوات المسلحة قوية وقادرة على مواجهة التهديدات. الحب وطرائفه: شاب يعلق لافتة لخطيبته: قطتي ربنا يقدرني وأسعدك. وإليكم تفاصيل النشرة. أمن الخليج من أمن مصر، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي في حواره مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، مضيفا أن مصر لن تشارك في القتال ضد تنظيم داعش في العراق، فهذه مهمة القوات العراقية والولايات المتحدة، منتقدا تدخل الغرب عسكريا في الدول ثم الفشل في تحمل العواقب، قائلا الناتو تدخل في ليبيا والأمم المتحدة تواصل فرض حظر توريد أسلحة للحكومة الليبية المعترف بها دوليا، بينما تتدفق الأسلحة على الميليشيات المتطرفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة ولديها مسؤوليات تجاه العالم كله، وليس من المقبول أن لا تلتزم بمسؤولياتها تجاه الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يهتم بعودة مصر إلى دورها الإفريقي، هذا ما أكده المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء خلال زيارته العاصمة الإيفوارية أبيدجان، مضيفا أن أمن أفريقيا هو أمن لمصر وتحقيق التنمية في أفريقيا مهم بالنسبة لنا، ومصر تقدم كل الدعم اللازم لأشقائها الأفارقة، مشيدا بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي التي شهدته كوت ديفوار، ما جعل من البلاد إحدى الاقتصاديات النشطة والأساسية في أفريقيا. من جانبه قدم رئيس مجلس الوزراء الإيفواري التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي على جهوده الناجحة لعودة الاستقرار إلى مصر، معربا عن تقديره لزيارة المهندس إبراهيم محلب لكوت ديفوار للمشاركة في افتتاح كوبري جاك فيل كدليل على التعاون بين البلدين. القوات المسلحة قوية وقادرة على مواجهة التهديدات، هذا ما أكده الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي خلال حضوره المرحلة الرئيسية للمناورة التعبوية رعة 23 على الحدود الغربية، معربا عن تقديره للجهد الذي يبذله رجال القوات المسلحة في حماية الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، موجها التحية لقادة وضباط وجنود المنطقة على الأداء المتميز والاستعداد القتالي العالي الذي ظهر طوال مراحل المناورة والذي أكد قدرة وجاهزية القوات المسلحة لتأمين حدود مصر وتنفيذ كل المهام التي تسند إليها لحماية الوطن وصون مقدساته. كل عام وجميع أمهات مصر بخير، فقد قامت مديرية أمن القاهرة والممثلة في قسم شرطة المعادي بتقديم بعض الورود والشوكولا على الأمهات المترددات على القسم والموظفات بديوان القسم احتفالا بعيد الأم، ولاقت هذه اللافتة الإنسانية استحسان المواطنين وقاموا بتقديم الشكر لوزير الداخلية مؤكدين أنهم يشعرون بتغيير واضح في أداء الجهاز الشرطي والتناغم الملموس بين الشرطة والشعب وحرص المديرية على احترام المواطنين. للحب مواقف وطرائف، فقد فوجئ الأهالي والمارة في شارع الروضة بالقرب من مدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة بني سويف بلافتة بعرض الشارع أهداها شاب لخطيبته، وتحمل اللافتة التي أثارت انتباه المارة عبارة: قطتي كل سنة وانت طيبة يا قلبي وربنا يقدرني وأسعدك، خطيبك مصطفى. نشرة ما انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.